ونطمن كل الاخوه الليبيين اهلي وناسي، ونطمن اهلي وناسي في تونس ان المعبر لن يستخدم لا للجريمه ولا للتهريب ولا لاستغلال ارزاق الليبيين أو التونسيين. هذا المعبر سيستخدم للجهات القانونيه حسب ما يعني القانون والضمير، بالاتفاق مع الجهات المختصة في تونس وجهات المختصة في ليبيا، والحمد لله وبارك الله فيهم. وأنا طبعا نشكر كل الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية، حقيقة اللي استقبلنا استقبال طويل وتحدث معنا في كثير من الجوانب، وأنا الحقيقة أحمد الله سبحانه وتعالى أن الله رزقهم برئيس منتخب اللي هو معالي رئيس الجمهورية. نسأل الله أن يوفقهم وأن يحفظ تونس ويحفظ لها رئيسها وشعبها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ليبيا ويوفقها من المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وكل الجهات المختصة، وأن نكون إيد واحدة ولحم واحدة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.